دكتور فوزي حامد الهيتي المحترم، السيد مدير البعثات الأستاذ بشار المحترم، السيدة عميدة كلية الآداب دكتورة فريدة جاسم دار المحترمة، الزملاء الحضور المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا من كلية الآداب في الجامعة المستنصرية بالحاجة الماسة لفتح آفاق جديدة لتفعيل النشاط الثقافي والعلمي، وبحكم التنوع المعرفي الذي تحتضنه بما تمتلكه من نخبة رائعة من علماء أجلاء لهم الدور الريادي في مجال اختصاصهم، فقد وجدت الكلية فتح نافذة جديدة لاستثمار هذه الطاقات من خلال هذا الكتاب الذي يستهدف خلق التمازج بين حقولها المعرفية، وذلك بمساهمة الأساتذة في تقديم قراءات معمقة لأعمال علمية يجدون لها الأثر الفاعل في مجال تخصصاتهم، بالإضافة إلى أثره في خلق الترابط مع التخصصات الأخرى بما يشكل ما يمكن تسميته بورشة عمل فكرية يتم إغناءها بملاحظات ومداخلات الأساتذة المهتمين، وصولا إلى خلق ثقافة علمية رصينة تتيح للعلماء في كليتنا فرصة تحقيق التلاقي الأخلاقي والعلمي والفكري بين هذه العقول المعرفية. يأبى أن يكون منهجا بسبب عدم وجود أدوات إجرائية واضحة له. هو منفتح انفتاحا كبيرا على كل المجالات، سنتحدث بعد هذا، لكني أقترح وأبارك الجهود الطيبة لنادي الكتاب، وأقترح أن يهدي أو كل مشارك كتبه للنادي، وتكون هناك خزانة خاصة للنادي، وفي نهاية كل عام يكون هناك معرض لنشاطات النادي تعرض بالكتب اللي شاركت أو للأساتذة اللي شاركوا في النشاط. طبعا هذا حقيقة نوع من الحركة طيبة في الكلية وفي الجامعة، وإحنا نأمل الأكثر من هذا. طبعا بدأت كتابي فضاءات النقد الثقافي، طبعا الكتاب الأول كان كتاب تعليمي أصدرته عام 2013، كان كتاب جيب، وجدت كثير من الطلبة كثير من الدارسين لا يعرفون ما هو النقد الثقافي، فأصدرت كتاب بسيط متواضع وضحت به الخطوط العامة للنقد الثقافي. لكن بعد ذلك لما اتسعت آفاقي وتعمقت بالتخصص، فكرت في أن أمنح هذا الحقل بعد آخر، فنشرت كتابي اللي هو فضاءات النقد الثقافي، اللي هو بالحقيقة تحدث عن النقد الثقافي وما يحيط به، يعني ما هي المجالات اللي يشتغل عليها النقد الثقافي. هذا الكتاب صدر عام 2014 ونفذت الطبعة 2014، فقامت إحدى الدول اللبنانية بالاتصال به وطبعت طبعة جديدة مع إضافات وتنقيحات، اللي هو هذا وصلت نسخة واحدة منه. وبسبب اهتمام الكبير بهذا الحقل الحقيقة قمت بنشاط آخر، فكتبت كتاب آخر دليل مصطلحات النقد الثقافي ودراسة الثقافة، هذا الآن قيد الطبع أيضا في لبنان، هذا يعتبر يعني كتاب عمري، كتاب العمر هذا حقيقة، لأني يعني ألميت 288 مصطلحا اشتغل عليها النقد الثقافي والدراسات الثقافية، والواقع الحال كلها من حقول متعددة من الأنثروبولوجيا والتاريخ والعلم الاجتماع، وكل يعني الحقول هي الحقيقة اللي تناولها النقد الثقافي واشتغل عليها وتبناها أخذتها بنظر الاعتبار طبعا، والمصطلحات الحقيقة بالمستقبل لما يصدر الكتاب راح يشوفون، أو ممكن سوينا جلسة خاصة بي لأن مهم جدا واقع الحال. ابتدأت كتابي بالحديث عن الفرق بين النقد الثقافي والنقد الأدبي، وطبعا انطلاقا من مقولة عبد الله الغذامي في أن النقد الأدبي يستنفذ أدوات الإجرائية، وعليه أن يسمح لمجالات ونشاطات أخرى ومنها النقد الثقافي. طبعا صارت سجالات كبيرة حول هل هو النقد الثقافي هل هو نسخ يعني بمعنى إزالة للنقد الأدبي أم هو حقل آخر موازي له، والواقع الحال يعني اكتشفت أنه هو حق الموازي للنقد الأدبي. النقد الأدبي لا يموت، ما زال هناك تعلق بدراسة النص الأدبي. النقد الثقافي يشتغل على خطاب، يعني طبعا والمقصود بالخطاب الخطاب كل أنماطه، يعني الخطاب الصور، خطاب الإعلاني، المسجات، النكات، كل ما أنا الآن أشتغل مثلا على ما يكتب في ظهر السيارات
هاي العبارات هاي كلها يشتغل عليها. يعني أي خطاب موجه للآخرين هو بالحقيقة نقد ثقافة. يعني ممكن نقد الثقافة يشتغل. لكن أهم قضية أن الدارسين يخلطون بين ما يسمى الدراسة الثقافية والنقد الثقافي. أخطر ما وجدته لدى الدارسين ولا سيما العرب طبعا، الأوروبيين لديهم حدود معروفة لأنهم مصطلحات حينما تنتج لدى الأوروبيين تتبناها مؤسسات. إحنا عندنا فوضى بالمصطلح، كل واحد يطلق تسميات ويطلق مصطلحات بلا أسس علمية، في حين في أوروبا تتبنى مؤسسة وتصرف عليها مؤسسة. والأغرب من هذا وجدت أنه يعني جامعاتنا ليست هي المصنع للمصطلحات، وإنما هي تتبنى مصطلحات تنتج عشوائيا، وإحنا بزمن العشوائيات ترى، طبقات عشوائية وأخلاقيات عشوائية وشوارع عشوائية وكل شيء. هو الحقيقة يبدو إحنا بثقافة العشوائيات. فلذلك يعني إحنا نتمنى أن تكون الجامعات هي مصنع للمصطلحات برعاية خاصة، حتى لا تكون هذه الفوضى اللي احنا نشوفها. وستجدون يعني انا في كتابي هذا اللي راح يصدر تشوفون هذه الفوضى كيف تكون، تابعت المصطلح وعد العرب كيف يترجم وعد الاوروبيين كيف يكون الى اخره، وبعضها ما لقيت له بديل. مثلا لقيت مصطلح اسمه الدوكسا، الدوكسا يستخدمه بورديو والواقع ما عندنا بديل عربي. فاتصلت بمترجم يعني ذكي قلت له ما المقابل؟ قال افضل شيء تسميه، خليت المقابل مالته هو المعتقد المسلم به، المعتقد دوكس، وخليت دوكسا بين قوسين المعتقد المسلم به. هذا الحقيقة يعني واحد من مصطلحات النقد الثقافي المستخدمة، فبعضها يستخدم حروف العربية بعضها عموما. فالقضية الأولى هي الفرق بين النقد الأدبي، وإحنا قلنا أنه النقد الثقافي ممارسة ونشاط إنساني يتبنى الخطاب كل أنماط. طبعا النقد الأدبي نقد نخبوي يهتم بنص جمالي، يهتم جماليات النص، في حين النقد الثقافي ما يشغل هذا الجانب. حتى الأدب، حتى النص الأدبي هو واقعة ثقافية عنده كأي واقعة أخرى. يعني ما عنده قضية يهتم بجماليات ويهتم بصورة شعرية ويهتم بإيحاءات ويهتم ببناء فني ويهتم، هذا ليس شغل النقد الثقافي. النقد الثقافي إلى ميزات، لكن كيف نعرف أنه الفرق بينه وبين الدراسات الثقافية؟ حددت بناء على اطلاعاتي أنه الدراسات الثقافية أولا يعني هي أسبق من النقد الثقافي. النقد الثقافي جاء لاحقا، كانت تمارس الدراسات الثقافية وما كانت تسمى دراسات ثقافية إلا بعد عند الأوروبيين بعد حين يعني بالثمانينات السبعينات إلى آخره سميت دراسات ثقافية، لكنه كآثار إحنا موجودة عند العرب وعند الأوروبيين. يعني مثلا من الدراسات الثقافية كتب علي الوردي يعني وعاض السلاطين وأي كتاب آخر، كتب الله يرحمه السيد محمد باقر الصدر بعضها، كتب كتاب الشخصية المحمدية، نقد هذا دراسة ثقافية. إذن خلينا نشوف ما الفرق. طبعا ممكن مثلا الثابت والمتحول الأودونيس دراسة ثقافية وإلى آخره، يعني المكونات والثقافة العربية أيضا. فلذلك النقد الثقافي تبنى رؤية والدراسات الثقافية تبنت رؤية. أهم فارق طبعا كلاهما يهز الخطاب المؤسسات المستقر المنضبط المعشعش المتخلف، كلاهما يعني النقد الثقافي والدراسات الثقافية تهتم ب يعني خطاب مؤسساتي يكاد يكون شعبي مستقر مقبول. هذا هو يجي هزة، وكلاهما طبعا يشتغل على الدراسة الثقافية. أيضا تهتم يعني في أولها كانت تهتم الدراسة الثقافية بمجالات نخبوية، لكنه النقد الثقافي يهتم بمجالات نخبوية وشعبية. يعني يبحث عن مستهلك ثقافي، يبحث عن مستهلك ثقافي. طبعا أهم ميزة عدا هذه التفصيلات هو أنه النقد الثقافي هي هذه اللي أنا تبنيتها بعد ما أشاح الدكتور عبدالله الغذلامي، وحاولت أن أجد لدى الأوروبيين شيئا من هاي مقولته. الحقيقة ما استطعت أن أقف، لكن أبقى متمسك به بقوة، أن النقد الثقافي يبحث عن مضمر ثقافي، يبحث عن نسق ثقافي مضاد للظاهر. هذا النسق الثقافي المضاد للظاهر هو أهم ميزة. يعني أنت يعني بمعنى الدراسة الثقافية ممكن تشتغل على ثقافة النص. يعني موجود مثلا تقرأ الكاتب عنده ثقافة بالنص واضح،
ظاهرة بالناس. هذه أعتبرها دراسة ثقافية، أنه تشتغل أنت هذا عنده رؤية اجتماعية، عنده رؤية فكرية، عنده هذه كلها دراسة ثقافية. لكن النقد الثقافي يشتغل على مضمر ثقافي، بمعنى أنه الظاهر شيء وما وراء الناس، ما وراء الخطاب شيء آخر مضاد ومخالف. راح آتي بأمثلة حتى تكون الفكرة. مثلا لو نأخذ الشعر العذر، شعر العذر، الشعر يمجد المرأة ويحترمها ويعزها ويسويها مقدسة، وينحني الشاعر تحت ذي فستانها ويطرز بقبلات. لكنه واقع الحال أنت لو تجد ما وراء الناس تجد أنه يضع معوقات في وجه حبه، هو ما يريد يزوج حديد مع حبه إليه. أولاً منين تعرف هذا الرؤية النسق الثقافي المضاد؟ يعني هو أصلاً هو ما يريد هذا الحب يأخذ إطاره طبيعي. هو يعرف إذا أعلن حبه على الملأ راح يخسر حبيبته، ومع ذلك يمارس هذا الدور. إذن هو وضع معوقات بوجه حبه. يعرف مثلاً أنه المرأة هذه اللي يقدسها هي يجب أن تكون هي واقع حال يعيشه، لكن لما يأتي هو المرأة مع خارج إطار النص تجد كأي عربي يحتقر المرأة ويعتبرها كائن ثانوي كأي عربي. وعلي هذا واحد من حتى بالخطاب الديني طبعا واضح أكثر مع الاعتذار، لأنه خطاب الديني يعني يظهر خطاب الديني أقصد به ليس الخطاب النقي خطاب الوحي، وإنما هاي الفكر الديني يشتغل على مقولات كثيرة ويدعي أشياء كثيرة. يعني كم واحد منا يعني يقول إنه محبة الآخرين أساس للدين، بس تعال الممارسة الحقيقية ما وراء هذا واقع بالسيطرات وانت مار. الكلمة الطيبة حسنة، تسمع كلمة طيبة يعني هو آلاف من هذه. طبعا عدا أنه دين الرحمة وهو ذبح، يعني يعني هناك تناقضات. فأنت شوف يعني الحالة المعلنة حالة مضادة للنسق اللي وراء. لذلك هذه الشغلة الحقيقة أول عمل قمت به ناقشت مشروع عبد الله الغزام. عبد الله الغزام صاحب فضل كبير مع اختلاف الآراء والأفكار، الرجل نزل للساحة العربية، هو عرفنا بالنقد الثقافي وهو منحنا هاي الرؤية. فعليه كثير تعرف كحسد الحساد، يعني لما سئل إبليس يعني كيف يعني ما سئل إبليس، سأل أحدهم إبليس قال أريد أتعلم الحكمة، حكى إبليس قرنيه وقال بالتجربة وحدها تتعلم. فهي التجربة هي المحك الإنسان واقع الحال. ودائما وسئل أيضا يعني كيف توقع العداوة بين الناس، قال بالخمر والنساء، قال له والعلماء، قال بالحسد والنميمة. وإحنا هاي طبعا للأسف يعني شريحتنا المثقفة هي أكثر الناس حسدا ولا من مثل، ما يسلم أحد من أدها. وهي طبعا أيضا هم بوراها نسق ثقافي، هم نقدر نعرف هذا الأمر. عموما فاشتغلت على عبد الله الغذامي، سميتها الجرأة والريادة. يعني أول شغلي بهذا الكتاب أنه تحدثت عن مشروع عبد الله الغذامي بكل ما طرح هو أفكار وبعض المصطلحات، ناقشت هاي الأفكار والمصطلحات. وراح ما أقف عد كل المصطلحات، لكن مثلا هو طرح جملة ثقافية عد عبد الله الغذامي يقول أنه أنت داخل النص قد تقرأ ديوان كامل، قد تقرأ كتاب كامل وتجي جملة واحدة. أنا الحقيقة وجدت هذا الأمر محصور بجملة لغوية، هذا الأمر ممكن أنا ما أجد جملة لغوية، ممكن أنا من حصيلة الفكرة العامة هي جملة ثقافية. فسميتها في هذا الكتاب سميتها التهريب النسقي. التهريب النسقي مقابل الجملة. ليش؟ لأني وجدت مثلا بعض الأحاديث فحواها تحيل إلى نسق مضمر، فحواها وليس جملة. هو طبعا عبد الله الغذام حددني بجملة موجودة بالنص أو بالخطاب. أنا يعني ممكن يعني أجيب لكم مثلا، أنت تقرأ كتاب كامل بتجد واحد يقول كلمة واحدة مو جملة يقول الشهيدة فاطمة الزهراء، هذا وراء نسق ثقافي. وممكن أنت تستخلص يعني مسيلمة الكذاب تستخلص أنه بحديث عام عند أحد الكتاب أنا قرأته بالتاريخ يقول أن الرسول زار مرتين وكان يسمى مسلمة الحنفي لأنه من بني حنيفة. طبعا هذا المضمر النسقي وراء ماذا؟ أن الرسول يعني كان يعلم به ولم يقتله.
إذن يعني لماذا ولم يسلم في زمن الرسول؟ هذه كلها أفكار حقيقة يعني تحيل إلى نسق آخر، يعني ممكن أنا أسميه تهريب، قسم تاريخي وقسم نسقي. التهريب التاريخي أيضا مو يعني يهرب لك من خلال الحديث، يهرب لك قضية تاريخية. فلذلك تناولت مشروع عبد الله الغدامي بزاوية ثقافة الوهم، لأن هو يدعي أنه الثقافة اللي يسموها يعني ثقافة الجنس عند العرب، يقول هاي ثقافة وهم، هي ليست ثقافة امرأة ورجل. هم يقولون يعني حديث عن المرأة والرجل، بس هو حديث على ذكورة الرجل فقط، وعليه هذا وهم وليس ثقافة. وتحدث فكتاب الثقافة التلفزيونية وكتاب يعني كتاب آخر له يتحدث عن ثقافة الصورة. والحقيقة ثقافة الصورة صارت الآن ثقافة العصر. إحنا الآن إحنا ثقافتنا بصرية، يعني القراءات صارت يمكن للنخبة بعض الناس اللي يعني عنده قدرة، يعني عنده مزاج عنده وقت، لكنه أنت شوف الجيل العام، جيل أقصد الجيل يعني من الشباب الآن، الصورة صارت هي تغذي، بل بعض الأحيان الصورة أحدثت ما يسمى بالفجوة الثقافية اللي هي cultural gap، فجوة ثقافية. صرنا إحنا سابقا الكبير هو يوجه الصغير ويعطي أفكار، لكن الآن إحنا بدينا الكبير هو يحتاج الصغير. أنا أروح لابني أقول تعال شوف هاي البرنامج، سوي نزل لي هذا البرنامج، هاي شنو المشكلة وين؟ إذا صرت أكو فجوة بينه وبينه، هاي يسموها فجوة ثقافية. يعني بدينا إحنا نحتاج الجيل الجديد، هم أفضل من عندنا جزء قيميا، أفضل من عندهم إحنا، لكن هو بالواقع الحال هم بالعقلية العلمية وعقلية التطور هم أحسن منه. يعني إلى أن ما توادي ما قدرت أتجاوز أخلاقيا وقيميا، لكنه هو يعني جاوزت علميا، هاي قضية ثانية. الجيل الجديد هذه هسه الفجوة الثقافية هي جزء أيضا من مصطلحات اللي فجوة الثقافية صارت الآن نعيش إحنا. الآن بدأ الشباب يفرضون علينا، يعني هسه إذا تقول لابني أريد أكتب رسالة يضحك عليك، إلا مسجد. وإذا تقول له أريد فلان برنامج يضحك عليك، يظلون متخلفين. وهاي ترى يعني احنا خلينا نكون واقعيين، يعني احنا بيننا وبين الجيل الجديد فجوة، هاي الفجوة هم فانقلبت الموازين. بدأوا الحقيقة لذلك عبد الله الغدامي وقف على ثقافة الصورة، قال مرت العملية بثلاث أطوار. أولا يعني الطور الشفاهي، وبعد ذلك طور التدوين والكتابة، والمرحلة الثالثة بالتعبير، هي التعبير بالصورة. احنا الآن نعيش عصر الصورة، بل يتحداك. أنا قاعد بالكية وأشوف واحد دا يتحدث وياه، قال لي يوم الجمعة مطر، قلت له على أساس مطر؟ يعني هاي يمكن لو قبل 50 سنة تقول لي تقول هذا ساحر، مو؟ قال لي مطر، قلت له شلون مطر؟ قال طلع لي الإنترنت هاي عندك بالموبايل، قال لي يوم الجمعة مطر. يعني يتحدانا لو هسه أعطيه 100 دكتور أصير شلون أقنعه؟ يعني إذا هو بدل يعني الإنسان الأمي، يعني هو لذلك يقول لك ثقافة الصورة سحبت البساط من تحت الرجل المثقف. صار المثقف الآن ترى مو نخبوي، يعني الآن هو يعني ابتدى ينعزل، وأيضا هذا انعزال المثقف بسبب شعوره بالنخبوية، لأن ما تقدر تأثر. ثقافة الصورة صار ثقافة العصر. وأيضا يعني التقنيات الجديدة العلمية أيضا أفرزت جيل يعني من الناس والرؤى والقيم مختلفة عن السابق. يعني ابتدت هسه قيم التقنيات الجديدة تفرض نفسها علينا بطريقة يمكن احنا نضطر نسكت عنها، لأنه التطور حاصل واحنا لابد أن يعني نسير مع القافلة. إذا نقف بوجهها احنا ننتهي ننسحق، لأن احنا يعني في رأيي احنا يعني أتكلم عن نفسي وجيل، احنا نص الحاضر والشباب هم كل المستقبل، والمستقبل لهم، فاحنا نص الحاضر، يعني احنا تاثيرنا يجب ان يكون، ولهذا لابد ان نوازن الحال. فوقفت عد ما يسمى بثقافه الصوره، والحقيقه من خطورتها يعني وقفه طويله، لانه هي اللي تمنحنا الحقيقه الان الحياه. صار الثقافه البصريه هي الثقافه العامه. بعد ذلك اشتغلت على قضيه النقد النسوي الادب النسوي، واحنا دخلنا بمتاهات كبيره في قضيه الادب النسوي، وحسمت الموقف لأنه قسم يسموها كتابة المرأة، وقسم يسموها الكتابة الأنثوية والكتابة النسوية والأدب النسوي، وصارت تسميات متعددة. وهناك من حدد أنه كتابة المرأة اللي هي يعني تكتب
من قبل الرجل والمرأة، في حين الكتابة النسوية هي اللي تكتبها المرأة أو تتحدث، والكتابة الأنثوية تتحدث عن جزئيات المرأة، يعني مثلا آلام المخاض، قضايا النفسية للمرأة أصلا وتكتبها مرأة. أنا جيت بالكتاب هذا حسبت الموقف، قلت خلي نسميه الأدب النسوي، كل ما تكتب المرأة سواء كان بغض النظر عن الرجل، كل ما تكتبه المرأة سواء كان تكتب عن رجل أو عن امرأة، هو كتاب نسوي، لأن هي أضف هاي الزاوية أنه شاف يعني النساء، وجدنا أن ثقافة الرجل هي المهيمنة، عليه طرحت نفسها أنه تريد أدب نسوي ملحقة، فعليه طرحت فكرة، يعني النساء طرحن فكرة أنه الأدب النسوي، وابتدى الرجال أيضا يتدخلون وحاولوا يسحبون أيضا الأمور بصالحهم، فقالوا كل ما يكتب الرجل والمرأة يسمى أدب نسوي، ما زال يتناول المرأة. أنا قلت لا، القضية خلت كل بالشكل الآتي، ما تكتب المرأة أدب نسوي، ما تكتب المرأة من نقد نقد نسوي، بغض النظر عن طبيعة الموضوع، يعني أنا أتحدث عن المنتج الخطاب وليس عن مضمون الخطاب، في حين الشائع أنه هو المضمون الخطاب هو المهم. إذا كانت امرأة تكتب عن قضايا المرأة التفصيلية، آلام مخاض، معاناتها بسبب زوجها إلى آخره، هذه تعتبر كتابة أنثوية عندهم. أنا برأيي إذا كانت تناولت قضايا المرأة، أو حتى لو رجل يتناول قضايا المرأة، هذا خلاص هو يعني يريد تميز نفسه، الأدب الشائع هو ذكوري، إذا يقابل أدب نسوي انتهى، يعني الأمر ما يحتاج إلى هاي التعقيدات. إحنا مو بحاجة، والحقيقة إحنا للأسف بسبب شعورنا بال يعني بالتطفل على الثقافة العربية، إحنا نعاني من المشكلة، نعاني من أنه يبدو هي ثقافتنا يعني السابقة ولا أحد. لكن وين أين يعني كانت الوقفة المهمة؟ يعني راح تذكر طبعا أوردت نص غريب الضياء العزاوي، خلي أشوفه يا ريت أجده بسرعة، يعني يتحدث عن سقوط التمثال ورمي الأطفال إليه في شارع السعدون، يسقط الصنم. يعني أنت من تقرأ هذا النص تصور غير وراء في وتاري، صدقوا هذا قبل 20 سنة، شوف رؤية الشاعر قبل 20 سنة، يعني هذا بالسبعينات قال، وكأنه يعني يستشرف المستقبل. أنا وين وقفت عند هذا وغيره؟ عند مسألة العنف الرمزي، حتى هذا الكلام اللي قاله فاضل أو اللي قاله سعد يوسف أو اللي قاله آخرون، واقع الحال هذا يدخل كله بالعنف الرمزي، لأن خطابنا التحريضي أنا عايز ثقافة الصور، حتى بالتداوليات، يعني بالتداولية عندنا يعني الصورية مثلا، يعني شوف مثلا من يطلعوا لك المسجد الأقصى، شو يطلعوا لك يا صورة؟ يطلعوا لك قبة الصخرة، مو يعني هذه التداولية صورية، شوف ثقافة الصور. ولذلك أنت تشوف الناس تزور هذا المكان، في حين مسجد الأقصى مهدمين، لكن منو اللي شارك؟ شارك بها طبعا كل الإعلام العربي. حتى عندي صديق في يوم ما باليمن، قلت له هذا المسجد الأقصى، والله قال لي معقولة؟ كل ظني هذا، لأن ثقافة الصورة مأثرة عليه، إلى حد هو يتصور أنه ثقافة يعني أنه هذا المسجد الأقصى هو مسجد قبة الصخرة نفسه، وشوف الناس تجي وتزوره وتتصل بيه، يقول لك هذا الكلام كذب. طبعا إسرائيل تبنت التداولية هذا الصورية بشكل قوي جدا، احنا متين بس نصدر يعني كلام ونذبح بعضنا، مستعدين يعني كل زين يعني في ثقافة العنف وسط يعني احنا حدود المطار. شكرا لحسن استماعكم، انا محتاج ان اسمع آراءكم وافكاركم، وايضا اوضح بعض الافكار بعد. شكرا لكم. قنابل من الشكر تتفجر حبا الى الدكتور سمير. بالتأكيد بالخوض يعني كان كل شيء. وبارك لكم هذه الخطوة، وأتمنى يعني.
أن على الأقل نعلم سعد دخل معلومة بالبرنامج حتى نحضره إن شاء الله. الجميل الرائع المختصر لكتاب فضاءات النقد الثقافي، واشكر كل العاملين على اداء وتهيئه نادي الكتاب ابتداء من دكتور محمد النجم مرورا بكل الاساتذه والحضور. ايضا اشكر الاستاذ دكتور ابو سعد العلمين، وايضا الاستاذ لا ما كبرت بالعمر بينما بالمقام يا دكتور، بحضور نيابة عن رئيس الجامعة فيما يتعلق ببعض يعني الملاحظات البسيطة حول القراءة اللي قدمها الأستاذ الدكتور سمير خليل. نفس النقطة اللي قالها الدكتور فوزي، الفرق ما بين الدراسة النقدية والنقد الثقافي. حقيقة أنا يم دراسات معظم أو غالبية دراسات علي الوردي، بما أنه أنا جانب اجتماع أشتغل على الاجتماع، معظم دراسات علي الوردي كانت دراسات نقدية شئنا أم أبينا. هو أخذ واقع ثقافي، تناول واقع ثقافي، لكن ضمن هذا الواقع الثقافي كان طروحاته كلها نقد ثقافي، بمعنى وعابد سلاطين اللي أشرت حضرته إليه كان فيما يحاكي شريحة موجودة في المجتمع العراقي قائمة هاي الشريحة على استغلال بقية الشرع من مدخل الجانب الديني. نحات من تاريخ العراق المعاصر إذا قريناه بشكل متمعن كل النصوص اللي عارضها هي بها نقد ثقافي للواقع العراقي بمراحل المختلفة. هنا النقطة الأساسية اللي أكد عليها بأن الدراسة الثقافية في مضامينها في أبعادها تكون فيها نقد ثقافي، يعني مو بمعنى الشخص الواحد اللي يكون يشتغل في مجال مختص باللغة العربية أو أي مجال يشتغل على النص الثقافي. هاي النقطة من الملاحظات. الملاحظة الثانية، هل النقد الثقافي يعتمد على منهج تحليل المضمون؟ يعني بمعنى منهج تحليل المضمون يأخذ النص سواء كان جملة فقرة فكرة نص بأكملة وعنده أدوات عنده أساليب خاصة به يحاول يحلل هذا النص وبين الفكرة اللي بيها إيجابية سلبية حاكمان لمن توجه. هل النقد الثقافي يعتمد على آلية أو منهج تحليل المضمون أم بعيد عنه منهج أساسي؟ ونهاية الجلسة حقيقة أشكر الجميع وسعيدة أن أكون موجودة اليوم نادي الكتاب. الحق الجديد سموه النقد الثقافي بس هو انطلقت من الدراسة الثقافية، ولهذا قسم من الدارسين سموا دراسة الثقافية. أنا قلت لكم سبب الجلسة وقفتي الطويلة سموها النقد الثقافي قبل البنيوي سموه، يعني وهذا ما بعد بنيوي، يعني سموا الدراسات الثقافية. وهناك من اقترح قال خلينا نسميها النقد الحضاري، النقد الثقافي الحضاري، يعني بمعنى الدراسة الثقافية كانوا يسموها النقد الثقافي الحضاري، لكن هو تبلور وانطلق منها بالتأكيد. يعني إذا وجدت زاوية بس من حينما نقول دراسة ثقافية شيء اللي تقولي عليها، بس لا حينما أنا أقول الدراسة في النقد الثقافي لازم أبحث عن مضاد للنص، مضاد مختلف عن الظاهر أبدا ما يشبهه، يعني هذا اللي يقال شيء واللي مضمر وراء شيء آخر. أرحب بك واحترمك وأهلا وسهلا، والنسق المضمر وراء لا تجي له ما أريدك مثلا، يعني هذا شنو؟ هذا إحنا هذا نبحث عنه، يعني الظاهر شيء هذا النقد الثقافي اللي هو يشتغل في الخطاب. طبعا انا يعني عندي امثله اخرى بس بعضها قد تكون يعني ممل، فلو تبحث عن اي يعني هاي المسجات مثلا تقراها انت تشوف وراها نسق ثقافي، انه جيل وصل حد انت لو تتابعها بشكل تفصيل انه جيل، يعني والا شنو هذا بظهر السياره البيت اللي بيشنا ميتا، هذا وراه نسق مضمون. يعني شو اسمه الدكتوره على السياره الدكتوره، يعني هاي كلها انا اشتغل عليها، لان يعني هذا وراها نسق مضمون، يعني يا الى اخره. عندي طبعا انا مسجل عشرات بل مئات العبارات وبظهر السيارات، هذه ممكن نشتغل عليها نقد ثقافي. النقد الثقافي يفرق عن الدراسه الثقافيه، انه يبحث عن مستهلك، المستهلك اللي هو مقبول ومنتهي واللي صار قناعه الجماهير، بحيث صار قناعة بديهية عند الناس، في حين الدراسة الثقافية مو بالضرورة تلتزم هذا، لا النقد الثقافي يبحث عن قبح مو عن الجمال. عنده منهج خاص؟ لا هو ليس منهج، هذه القضية لأنه منفتح فما عنده أدوات إجرائية.
ولذلك هو ما يسموه منهج، سموه ممارسة إنسانية، سموه نشاط ثقافي إنساني. والنقد مو معناه نقد أدبي دكتورة، وإنما هو تفكير نقدي. يعني يوجد تفكير نقدي، عد على الورد عنده تفكير نقدي بس. ولذلك النقد أنت تحاكي الناس، والناس يحتاج إلى منهج، إلى أدوات. هو ليس منهجا، يعني هو ليس منهجا له ادوات اجرائيه وادوات جاطبه، هو منفتح. ولذلك هو يمثل الان، يعني يمثل على فكره ترى من جمله الامور اللي تناولها النقد الثقافي التعدديه الثقافيه. كتاب جديد اضفت التعدديه الثقافيه، يعني هذا اللي هو الطبعه الثانيه للفضاءات. التعدديه الثقافيه ايضا قضيه مهمه جدا يشتغل عليها النقد الثقافي. طبعا يكون من اكثر حرصنا على الحضور، يعني ولا يعني يعني لا يكرم المرء في داره، يعني لا يكرم المرء في دار السيد العميد سالم المعاوني رؤساء الاقسام الزملاء الكرام، يعني على العين والراس في هذا الموضوع. ويطيب لي ان احيي يعني نادي الكتاب هذه الخطوه، احيي استاذي الدكتور سمير الخليل وهو يفتتح باكوره اعمال هذا النادي. وحقيقه النقد الثقافي ما تحدث به الدكتور سمير انه نشاط، يعني اللي حدد اذا برجر باعتبار انه نشاط من الصعب الاحاطه به كمنهج محدد. هنا يعني ما اثير من اشكال حول الدراسات الثقافيه والدراسات النقديه. حقيقه النقد الثقافي هو طارئ على الدراسات النقديه، الاصل الدراسات الثقافيه في الغرب ولها بعد طويل، واقترنت بال يعني اقترنت بعلم الاجتماع والانثروبولوجيا. هي اتجاهات حفريه في الأعراف والتقاليد النسقية التي تسير المجتمع، سواء كانت ممارسات حياتية أو نصية. الممارسات الحياتية متحولة متغيرة لكنها ترتبط بنسق عرفي ثابت. الممارسات النصية تكرس هذا النسق، يعني يكون الاحتراف كأن تكون مثلا أبيات شعرية مثلا أو قصائد معينة، وقد تكون مثلا طقوس دينية معينة، أي شغلة إلى احترام من الجميع تشكل عنصر ثقافي أساسي. الدراسات الثقافية لم تتحدث عن نسق مضمر أو ظاهر، تحدث عن نسق ثابت التغيرات لا تحوله تماما. يعني وهي طبعا الآن أنت تتحدث بدراسة ثقافية دائما تذهب إلى المجتمعات البدائية حتى تكتشف عناصر الحضارة من أين امتدت. النقد الثقافي طارئ على هذا، يعني قبل أيزنبرجر ما حد تحدث بالغرب عن نقد ثقافي. هو حاول أيزنبرجر أن يلقى مركز الثقل من الدراسة الثقافية للمجتمع بشكل عام إلى النصوص، والنصوص مثل ما قال الدكتور سمير سواء نصوص أدبية أو نصوص صورية كانت أو أي فنون أخرى، اعتبر أن النص ممثل لثقافة المجتمع في هذه القضية. فإذن هي فرع يعني غير مرحب به بالدراسات الثقافية. ربما الدكتور الغردامي عمل على 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 توسيع هذا الأثر بالنسبة للنسق الثقافي وحوله إلى ممارسة نقدية. بالنسبة للنسق المضاد الدكتور تحدث عنه، هذا افتراض ما موجود بالدراسات الثقافية ولا موجود عند إيزنبرجر، افترض أو ابتكره الدكتور الغزالي وانا معه. نعم افترضه انه لابد من نسق مضمر. في قضيه الدكتور علي الوردي انه نقد ثقافي، الدكتور تحدث بالضبط عن معاد السلاطين، ما تحدث عن كل نشاط كل لان معاد السلاطين بالضبط ركز على خطاب النخبه الدينيه والادبيه، واعتبره خطاب منافق، يعني اعتبار مع تكريس السلطه، مع انه المفروض النخبه تمثل المجتمع، فلذلك هو منحاز للنقد الثقافي. بقيه شغله شغل النقد الاجتماعي. وهذا يعني بس فقط انا مع الدكتور، يعني ربما اقدم رؤيه موازيه في قضيه انه العنف الرمزي، العنف الرمزي لا يتعلق طبعا، يقول لا يفتوى مالك في المدينه الدكتوره موجوده عندي الاجتماع، لا يتعلق بالتهديد والعنف، لا، اي مؤسسه قادره على استعمال العنف وان لم تستعمله هذا عنف رمزي. يعني الاب يملك عنف رمزي يربي به الناس، القانون والدوله عندها عنف رمزي، فقد يكون ايجابي. الدكتور ركز على الحاله السلبيه باعتباره يريد النسق المختلف. يعني بالنسبه الى يعني انه نشاط وما موجه، اعتقد دكتور انت عندك مشروع لتطوير النقد الثقافي، ممكن ننطلق من منطلقات الدكتور الغردامي في عده، مو نشاط وانما عده منهج، باعتبار انه الامساك بالنسق المضاد. قد اختلف مع الدكتور في قضيه الـ يعني الغزل العذري، ويعذرني الدكتور في ذلك. ربما الغزل العذري شكل حالة صدمة بالنسبة للثقافة العربية أو للأنساق الراسخ العربي، لأن النسق العربي الراسخ الجاهل وغيره حسي، المرأة مادة للمتعة جسد، يعني
الغزل العذري حولها الى كيان مقدس، ولذلك الغزل العذري شكل اساس للتصوف في قضيه ان المراه ممكن تعبر عن الذات الالهيه، انه ما محبوبه بكيانها المادي وانما محبوبه بكيانها المقدس المعنوي يعني. لكن ما وراء شنو؟ قال هو يبحث عن جسد. لا مو دكتور شنو القضيه؟ هو نفسه الشاعر إيه؟ اللي مجد المراه روحيا هو بواقع الحال بالنسق المضاد هو يبحث عن جسد المراه. دكتور هم يعني حتى افردوا شعراء العذريه من الفحول اعتبروهم مو فحول. يعني حتى بالنسبه للعرب ما اعتبروهم فحول، لان يعني اكو اقتران بالذكوره في قضيه الفحل الشعري. ويعني قد نتفق ونستلم. بالنسبه للنقد الحضاري دكتور هشام شرابي هو اقترح يعني، وهذا طبعا لم يركز عليه احد يعني، بس ركز الشغل على الدكتور غدام، اقترح مصطلح النقد الحضاري بديل للنقد الثقافي اللي هو اخذ النصوص موجهات لدراسه المجتمع. يعني انا اسف اذا كنت يعني بعض استاذ اشكر الدكتور بس على هذا المقصد. الكتاب يعني انا الحقيقه بس قضيه خط يتشيع بيناتنا الان. الغريب وجدتها انه ما ابتدعت لدى العرب الا عام 1927. ترى المساله الحقيقه يعني حيرتني. لا هو يقول منو اللي هو سلامه موسى 1927 نشر مقاله قال هو على رايه يقول اخذته من ابن خلدون مقدمه ابن خلدون. لا لكنه بفد الثقافه والثقافه موجوده، لكن الثقافه بهذا المفهوم اللي عندنا ليست موجوده. والغريب احنا استخدمناها عام 1927 ترى يعني غريبه جدا. يعني هاي اللي هي مالي اسماعنا واذاننا واللي بحيرتنا واللي هي الان تتكرر هي اصلا يعني جاءتنا متاخره. هذا بسبب شنو نسميها مثلا؟ يعني بسموها يعني ما اعرف بالتسميه. يعني كلمه ثقافه ما ظهر عندنا. بجوز هي الادب يعتبر بس كلمه ثقافه كهي ثقافه. الادب مكان. الادب مكان الحال باعتبار الموارد كتاب ادب الدنيا والدين يتحدث عن التهذيب يبدو بس قضيه اخلاقيه و يعني كلمه ثقافه بهذا المفهوم اللي عندنا مو في الدراسات الاجتماعيه ما في اتفاق لحد الان بين كلمه الثقافه والحضاره. في العشرينات في بدايه الثلاثينات ظهرت كلمه الثقافه. معظم الرواد والعلماء القدماء كانوا يستخدمون كلمه سيفيلايزيشن يعني الحضاره. الحضاره هي اللي كانت كلمه الحضاره تشمل الجانب المادي والمعنى. فيما بعد طلعت كلمه الكالتشر الحضاره الماديه صارت فيما بعد حولوها من طلعت كلمه الكالتشر حولوها صارت المادي وهذا الجانب. بس لحد الان عندنا مجموعتين عندنا جروبين ماكو اتفاق نهائي بيناتهم. البعض يقول الحضارة هي الجانب المادي والثقافة هي الجانب المعنوي، لكن البعض الآخر يخالفهم ومعتمدين على مستندات على الطروحات الفكرية. البعض يقول لا الكالتشر هي الجانب المادي وفي حين الحضارة والجانب المعنوي، وماكو اتفاق نهائي. عندي ثمة مفارقة في العنوان، يعني قلت إن النقد الثقافي يشتغل على نسق مضمر، على نص مختلف عن النص المعلن. إذا حركته محدودة، يعني ما علاقة الفضاء بالفضاءات هو يعني الجوانب اللي يشتغل عليها النقد، مثلا يعني النقد النسوي الادبي النسوي. حددت دكتور حددت النقل يعني. النقل بالنص المضمر بالنسق المضمر ومن النص مضاد كل الخطابات كل الخطابات دكتور ضمن النص مضاد اي نعم مو يعني هذا ارى ثمة دكتور ارى ثمة مفارقه بين كلمه الفضاءات وبين هذا التحديد انه هو نص مختلف. يعني انت اخذت الجانب السلبي من النص وليس الجانب الايجابي. اذا حددت من انطيت كلمه فضاء انطيت كلمة حركة عائمة أو مطلقة للمفهوم. يعني أردت أن أقول ما الذي يشتغل عليه النقد الثقافي؟ يعني هذا مجرد خطاب أدبي متعددة لاشتغالي، هذا أقصد بالفضاءات، وليس يعني فضاءات متعددة لاشتغال. يعني مثل روبي لا ما له علاقة بالنص، لا وإنما الفضاءات أقصد بمثل الاستشراق واحد من أرضيتي. يعني الأدب النسوي، النقد النسوي، العنف الرمزي إلى آخره كله. يعني حتى ثقافة الجنس. حتى الخطاب المؤسساتي بكل انواع رسمي او غير رسمي كله. بس معكم بالنسبه للدكتور لا بس عن الثقافه والحضاره فلاسفه التاريخ والحضاره يعتبرون الثقافه هي الجانب المعنوي من الحضاره والمدنيه هي الجانب المادي. يعني هاي بس اضافه على الفرق ما بين الثقافه والحضاره. يعني الثقافة هي جانب معنوي للحضارة والمدنية جانب المادي. واضح هذا.
مداخلة بسيطة وأبدأ بما انتهت به سيدة عبيدة هي مشكلة المصطلح الآن. حاولتك حقيقة بإيجاد فد مرجع أو فد عمود فقري لمصطلحات والقراءة المصطلحات الأدبية أو نقد الأدبية هذا شيء مهم جدا. وحقيقة يعني إحنا نلاحظ أنه في المجتمع نحن كعرب والدراسات العربية إحنا لا يوجد مصطلح واحد، وهذا سبب إرباك للباحث والقارئ. يعني أنا يعني حامل ثقافة فرانكوفونية أو فرنسية لأدب فرنسي، نجد أنه في الغرب أكو توحيد للمصطلح لا يمكن ولو يعني 0% يكون هناك شك في ترجمة المصطلح أو مفهوم المصطلح. يعني أصور في السابق كنت أنا دكتور فاز نتناقش على موضوع المصطلحات فيما يخص السرديات، وهاي السرديات هي سبب إشكال. يعني أنا حاليا في الفترة الأخيرة كان بحوثي تخص يعني دراسات عن جينات ودا حاول أحيى حاليا في قسم اللغة الفرنسية الدراسات السردية داخل المفاهيم أو تقنيات جيرار جينات. حقيقة لما نقرأ الكتاب ماله هو خطاب الحكاية الجديد أو غيره نشوف أنه أقوى مصطلحات ثابتة ويمشون عليها الجميع، هو مصطلح نقول الناراشن أو الناغاسيون أو الغسي كان مصطلح الفرنسي يعني الغسي أو الناغاسيون أو الدسكور هو ثابت ومستند إلى أي شيء. لما أجي أقرأ الدراسات العربية عن نفس موضوع دراسات جينات ألقى أنه هنالك من يقول أنه الحكي والحكاية والمحكي يعني سعيد يقطين أنت ترجمة لبعض المصطلحات. يعني جينات قال مصطلح الغسي أو الرسائل أو الغسي اللي هو ما ينتج عن فعل السرد، يعني عندي قصة ومنتج السرد بالمستوى الشفهي هو الحكاية أو نسميها الفيكشن اللي هو الخيال المتخيل، ومن ثم يدخل إلى العالم الورقي ويكون مجسد، هذا نسميه إحنا الغسي. فالترجم بالكتب العربية هاي مصطلحات ثابتة، يعني احنا عندنا بالثقافات الأجنبية اللي ما ممكن يسوي لنا أي إشكالية بالتفسير عند الباحث أو عند القارئ. هنا أنا عندما أجي أقرأ عن الدراسات في المغرب العربية أو سعد يقطين أجد أنه هنالك ترجمة لهذا الغسي اللي هو ما ينتج عن فعل السرد كتابة لترجمه القص القص، لأن حضرتك قلت القص ترجمه ويترجمون حكاية الحكاية ويترجمون الحكي والمحكي. أنا داخل أربع مصطلحات. أنا من أجي أقرأ الكتاب الفرنسي واضح جدا، من أجي أقرأ بالعربي سبب لي إشكال. أنا كباحث وأستاذ أدرس مادة السرد حاليا أجد إشكال. يعني أنا المحكي سعيد يقطين يسميه الحكي، أما عند غيره في بعض الباحثين والكتب يسموه المحكي، حضرت قلت حاليا القص. هنا القص عند الفرنسي أنا يعني حسب ما لقيت القص هو ما ينتج عن فعل السرد شفويا ولم يتجسد حاليا على شكل ورقي، هذا احنا نسوي فرنسي فيكسيون. اما صار واقعي اصبح سرد غسي صار. هنا دكتور حضرتك محاولتك اجي الى مصطلح اخر، حضرتك الادب النسوي في الادب الفرنسي والادب الغربي عندنا مصطلحين هو شيء مختلف عن الاخر 100% اللي هو احنا نسميه يعني الفيمينيسم اللي هي الفيمينيزم بالضبط. وعندنا الادب الفيمينيسم اللي هو الادب النسوي. الأدب النسوي هو ما يقوم به أجزاء الكاتب من جنس امرأة، هذا الأدب النسوي. والفيمينيسم هو أنه المحتوى أو المادة تتعلق بموضوعة المرأة. مصطلحين ثابتين. أنا أقرأ في كتاب فرنسي أو كتاب إنجليزي أقول أقرأ فيمينيسم أي معنى المحتوى عن موضوع إشكالية المرأة. ترجمة الأدب الأنثوي دكتور فنانة يعني يهتم بالمضمون. بالمضمون حضرتك أصور قلت أنها تستخدم مصطلح الأدب النسوي لما هو المنتج. أنا أقصد عند العرب لأنه بصراحة ضاعت المفاهيم. هنا الإشكالية دكتور بالباحث الفرانكوفوني حيدر حاليا باحث نعتبره أني باحث لما أقرأ الكتاب الأجنبي واضح جدا المصطلح ثابت، لما أجي أحاول أبحث في شيء بالعربي يجد يعيني المصطلح العربي هو ترى مقابل الدوغما انه انت العقيده ثابته عندك يعني وخلاني بس الدوغما هي القواعد الثابته دكتور. اي يعني هم اكو اجي اقرا المصطلح العربي تيهني انا كباحث وقلب عندي الموازين. يعني انا اقول المحكي احنا عندنا القص حضرتك وهناك يقول محكي، انا عندي مصطلح واحد ثابت كمان اقرا اثنين ما مفهوم منه دكتور. اصبحت عندنا اشكاليه انا كباحث اشكاليه عندكم جزء ما انتم راح تقرون المؤتمرات يعني هاي اشكاليه ولا